معكم اليوم بانورابا دوت كوم من بروكسل بلجيكا في مؤتمر السادس لشباب أوروبا المصريين. نحن هنا في بلجيكا قابلنا من أبرز الشخصيات الذي ممكن تبلو بلجيكا، إنه حسني مبارك. متشكرين. يا سعادة المخلوع، كيف حالك؟ الله يخليك. والله بص، انا من ساعة ما سبت وانا رايق وفايق، فاهم؟ وبعدين بلجيكا بقى بتفرق عن مصر في حاجة، ان بلجيكا العمارات واخد بالك اقصر، فبالتالي ايه، في طيار هوا طول ما انت ماشي، في شجر في كل حتة، واريح. بس شكلك متكتف اكتر من انت كنت متكتف في السجن يعني. لا، مين قال انا كنت متكتف في السجن؟ بالعكس، انا كنت مريح جدا. ده السجن يعني كنت مش عايز اقول لك، كانت كل حاجه بتجي لحد عندي. تقول ايه للشباب المصريين اللي برا مصر؟ أيوة. اللي في اوروبا وانحاء العالم، تقول لهم ايه؟ تنصحهم بايه؟ لا لا، ما ينفعش. اللي ما ينفعش، ما ينفعش. لو انت اذا كان كده ماشي، اللي هو ما ينفعش. لا، ما ينفعش طبعا. ليه يعني؟ في الاول وفي الاخر ليه؟ اللي هو ما ينفعش وليه؟ لو اصلا هتقول لهم ايه يعني؟ انت راجل دلوقتي قاعد بره، هتنكد عليه؟ فتقول له بلاش. اللي بلاش، هو طلع بره مصر غير ارادته، بقاله 20-25 سنة، تنصحه بايه؟ لا، لو ما قعد فتره كده يقعد بقى خلاص. هنقول له يعني، اقول له ايه يعني؟ مصر، شباب مصر ينفع اوروبا والعالم، ومصر ما تاخدش حاجه منه؟ مصر ما تاخد، لا يبعت طبعا، لو يقدر يبعت حاجه يبعت. يبعت ايه بقى؟ يبعت فلوس، يبعت بتاع، فاهم؟ ما الفلوس ما حدش يشوفها. انت عايزه يرجع؟ يعمر مصر. لا، يعمر مصر ليه؟ مصر عمرانه باهلها. طب اهلها بره مصر هتعمر ازاي؟ يا سيدي، انت زعلان ليه؟ انا مش فاهم يعني، ما احنا قاعدين في بلجيكا مبسوطين اهو. الله، يعني انت بتقول زعلان ليه؟ ما تموت تروحوا؟ مثلا، فاهم ازاي؟ يعني الشباب يروح مصر؟ لا، الشباب اللي في بلجيكا يقعد، واللي بره بلجيكا. لو في بلجيكيين عايزين يجوا يجوا طبعا. طيب الشباب اللي في بلجيكا، طب اللي بره بلجيكا يعمل ايه؟ اللي هم المصريين يعني. المصريين اللي بره بلجيكا يروحوا بلجيكا. يعني انت امبارح قابلت شباب من ستوتغارت جيرماني، من فرنسا باريس. لا، ما تلفش كلام وتعمل اسفين. لا، هم كانوا معانا في لقاء. انا ما شفتش لا كارتر. انا كارتر انا ما شفتوش من زمان. كده 30 سنة. أنا كارتر ما شفتوش من، لكن امبارح. لا، امبارح فين؟ 30 سنة من عهد كامب ديفيد. يمكن أكتر من 30. هي 30. 31. 30 سنة. لا، 31. 31 سنة الرئيس. أو 30. ما شافش. أو 30. تقريباً. سمعتوها هنا في بانورابا. أول مرة الرئيس المخلوع حسني مبارك بقاله 30 أو 31 سنة لم يري على قطر. هي 31 ولا 30؟ أنت مبسوط في بلجيكا؟ أنا مش من بلجيكا. أنت منين؟ أنا مصري. مصري؟ طب مش قاعد في بلجيكا؟ لا، الحمد لله. ليه؟ ده بلجيكا جميلة والله. والله انا خلص. طب سؤال تاني، انت قلت العماير في بلجيكا واطيه وفي هواء وكل حاجه. ايه تاني يحبب الناس في بلجيكا؟ في بيره كبيره، وفي في تاني الشوكولاته طبعا، في الولد اللي بيطرطر عند اللي هو الامير. انا ده يعني لفت نظري جدا. احنا رحنا شفنا يعني، كانت موقع يعني مش ممكن. ده جميل جدا يعني، لو واحد عندنا في مصر كانوا ضربوه. لا، ما رمسيس كان، خلي بالك، بيطرطر برضه، فاهم؟ بس شالوه بقى.
انت شلته؟ الناس انا شلته لان اصلا كان كتير، كان كبير على على حاجه زي كده، فاهم؟ عيل صغير ماشي تمشي مقبوله منه، لكن في سن رمسيس لا ما ينفعش. انت يعني انت عجبك الصبي اللي هو بيعمل في الشارع؟ طب حرية. حرية؟ طب فين حرية المصريين؟ احنا كنا سايبين رمسيس بيطرطر، فاهم؟ احنا عندنا 40 كام؟ 30 31 سنة؟ سنة يطرطر حرية. حرية لرمسيس بس؟ طبعا. يعني شخص واحد من 70 مليون؟ لا ليه، كان كله بيطرطر في الشارع، معلش هي جت على رمسيس؟ أنا كنت بمنع حد؟ بالعكس بقى، انت تيجي هنا شوف انت لو عايز لمؤاخذه انت تطرطر في الشارع مش هتنفع. مفيش. يعني ما اقدرش. والا هيعملوا حواليك دايره يقعدوا يصوروا زي ما زي التمثال اللي. كل ما هتطرد هيعملوا لك تمثال. انا نفسي اعرف ايه اللي يعني يحبب الناس يشوفوا واحد بيطرطر. انا مش عارف. لا بس انت عارف، لان انت بتحب بلجيكا وانت قلت ان ده من رموز بلجيكا اللي يخلي الشباب يجي يشوفوا بلجيكا. ده حقيقي، ده حقيقي. طيب ما انت قلت مش عارف ليه الناس بيحبوه. انت تمسك بقى في الكلمه بتزنقني. لا انا مش فاكر انا قلت ايه. مش اصل كده المزنوق بيتيسر. المزنوق بيتيسر طبعا، والصغير بيكبر، خد بالك. بلجيكا طبعا. في بلجيكا بس؟ بلجيكا. وباقي دول العالم؟ لا ما تلاقيش بقى الكلام ده. طيب اخر حاجه يا ساعه المخلوع تقول. عارف انا حاسه بيلقح شاكك. اخر حاجه يا ساعه المخلوع تقول ايه للشباب اللي مش في بلجيكا؟ اللي مش في بلجيكا يروح بلجيكا؟ اللي في مصر. من غير ما تفكير. اللي في مصر. اللي في مصر يروح بلجيكا. ده كل غير اللي بره مصر يروح بره. ده من كتر حبك لمصر؟ ده من كتر حبي لبلجيكا. طب مصر اللي انت خدمتها 30 سنة. مالها؟ ما انت حبهاش؟ لا طبعا بحبها. طب بس بلجيكا اكتر بصراحة. بس انت دلوقتي بتنصح ان احنا نسيب حبيبتك. هيمسك تاني في الكلمة؟ لا انا مش بمسك، انا بحاول اعرف انت حبيت مصر 30 سنة وقتلت وحاربت وعملت، وتقول للناس ده شفيق تعالوا برا. ده شفيق اللي عمل كده. لا شفيق بنى المطار وقتل واتقتل. انت قتلت بس. انا قتلت بس. لا انت قتلت. خلي بالك انا برضو شاركت في المطار. معلومة جديدة، الرئيس المخلوع شارك في المطار اللي شفيق يا راجل قال لنا ان هو اللي عمله. ايه ده؟ هو ما قالناش كده. لا انا مشارك طبعا بجزء. انهي جزء بقى؟ انهي جزء؟ لا يعني صارف دافع يعني. يعني ليك نسبة قد ايه؟ نسبة قد ايه في المطار؟ ليه بتاع ما هقول له ايه طيب؟ هقول له ايه؟ ايه؟ انا مش هيك بالحمد؟ لا ايه الف، انا كنت في طياره واخد بالك خاصه. بعتها وجبنا بثمنها طيارتين صغيرين وبدانا المطار، المطار بدا كده. وبموضوع المطار الذي نحن نتكلم فيه نجي لاخر اللقاء ونقول تصبحوا على خير والى لقاء اخر من بروسلز بلجيكا.